بسم الله الرحمن الرحيم. زوار جمهورية أونلاين وقراءها الأعزاء، إحنا بالتصوير رقم 2 من نادي الزمالك، انتخابات نادي الزمالك. عايز أقول لكم إحنا في وقت ذروة، عدد غير عادي موجود في نادي الزمالك. أعتقد إنه الرقم القياسي للحضور في أي نادي في انتخابات جمعيات عمومية هو هيكون النهاردة. أنا أعتقد إن إحنا عدينا دلوقتي حدود 25,000 ناخب من الأعضاء، وأعتقد العدد هيزيد لأنه هنقفل الساعة 7 وربما تمتد الانتخابات لحتى الساعة 8، يعني هنعدي، ممكن نعدي 30، وهو رقم هيكون غير عادي بتاريخ الأندية. عايز أقول لكم إن طبعا الحضور كان بكثافة كبيرة جدا بعد صلاة الجمعة، حضر عدد كبير جدا. منطقة المهندسين كلها مغلقة تقريبا، لا مكان لقدم، لا مكان للطيارة للركب. طبعا هتقولوا الموقف ايه؟ الموقف دلوقتي بس لا نستطيع ان احنا نقسم مين كسب مين على اي منصب، بالعكس القائمتين بينافسوا بشكل جامد جدا. كان متوقع ان مرتضى منصور يكتسح، ولكن احنا شايفين دلوقتي تيار تغيير شغال، ما نعرفش. المرة اللي فاتت كان واضح في انتخابات 2017 ان مرتضى منصور بيكتسح، هذه المرة واضح ان احمد سليمان وقيم